بون لو لايف تاع اليوم ما يطولش بزاف، مي راح يندرج تحت كيما نقولوا حنا اطار التوعيه السياسيه العامه. اليوم نهضروا هل الشعب عنده صوت؟ واش معناتها كي نقولوا صوت الشعب؟ على كل حال المشاركه ثاني اطرافير الهاتف ولات مفتوحه درك، دونك الناس اللي مرفعه تشارك تقدر تشارك، اي بوف ابلي سور واتساب سور لونسيان نيميرو كوم دابيتود. مرحبا بالجميع. دونك هل الصوت عنده شعب؟ هل الشعب عنده صوت؟ واش معنى صوت الشعب؟ ناخذ على سبيل المثال مجموعه من الافراد، ان جروب دانديفيدو، كل واحد يقول فيه حاجه، راح نلقاوها ان كاكوفوني، فوضى. بصح نحكموا مجموعه اتفقوا على راي، فوضوا واحد او مجموعه صغيره منهم تحضر نفس الكلام اللي اتفقوا عليه، يعني كلمه واحده يعني صوت واحد. لما نقولوا صوت الشعب هو طريق الحريه، لا فوا دو بوبل سي لا فوا دو لا ليبراسيون، ماشي دو لا ليبرتي، دو لا ليبراسيون باسكو الجزائر مستعمره، دونك رانا تحت استعمار، دونك لازم نحرروا البلاد. باش نقدروا نحرروا العباد ونحرروا العقول لازم ديجا نحرروا البلاد من الاستعمار، باش تولي السياده في يد الشعب. دونك لا سوفرانتي دوفيان اونتر لي مان دو بابل، كو لو بابل دوفيان سوفران ليبر اي ليبري. لازم يكون عنده صوت، ماشي يكون عنده فوضى، ماشي تكون عنده كاكوفون. لحد الان النظام هذا نجح، نجح في تكسير كل كيما نقولوا حنايا لي تونطاتيف نتاع بعض المجموعات السياسيه انها تنظم داخل الوطن. علاش نجح؟ لانه هاد الناس عندها قله خبره في السياسه، ومن قله الخبره نتاعها بيان سور في راسها هي تقدر تمارس السياسه في الجزائر ضمن منها. يعني الناس اللي يحبوا يديروا السياسه حق في الجزائر، يعني تاع الصحه ماشي الخرطي هذوك اللي كنتوا تسمعوا فيهم، في دماغهم هما باللي الجزائر ما تقدرش دير واش تحب. علاش؟ باسكو دخلوا لهم في رصانهم حاجة وسمها حقوق الإنسان، وباللي كاين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. دخلوا لهم في رصانهم باللي كاين منظمات الدولية، دخلوها لهم في رصانهم هذه. دونك قال لك وي الجزائر ما تقدرش دير واش تحب، النظام الجزائري ما يقدرش يدير واش يحب. أبا تحشات لكم تو سامبلومون. النظام الجزائري دخل في جورناليست الحبس ويشارع فيهم، واحد ما يهضر معاه، يدخل فيه ناس سياسيين مناضلين سياسيين مهما تكون القيمه نتاعهم، بصح عندهم الاتيكات نتاع مناضلين سياسيين، للحبس ويقطع لهم بعشرة بخمسة بعام، واحد ما يهضر معاه. او كونترير مازال النظام الجزائري معترف به في الخارج، في فرنسا، في اوروبا، في الامريكان، ان بو بارتو. علاه؟ لانه ما كانش تنظيم سياسي يقابل هذا النظام، لانه العالم قاعد يشوف باللي الجزائريين او الناس اللي يسميهم الجزائريين ليس لهم صوت واحد، وما عندهمش مطلب واحد، والمطالب نتاعهم كيما المطالب نتاع يعني معظم الشعوب المتخلفه، مطالب نتاع بطن نتاع كرش، مطالب نتاع غرائزيه نتاع انستان، هكا يشوف فيهم. ما يشوفش فيهم باللي الشعب طالب للحرية ولا التحرر ومنظم باش يتحرر. لو بروبليم إلي لا. دونك الأكذوبات اللي عاشوا فيها الجزائريين ولا الناس اللي حبت تنظل داخل الوطن كانوا دي فيكتيم، يعني ضحايا نتاع الكذب باللي منه سمعوه. منظمات الدولية تقول ان كذا وكذا وكذا وكذا. منظمات الدوليه كي تبدا تهضر على الدوله سيك المصلحه نتاع القوى العظمى في الدوله هذيك تغيرت. نعطيكم على سبيل المثال، غدوه الشعب يتنظم وتخلق قوه سياسيه الشعب يثق فيها وعندها برنامج والشعب يلتحم حولها، وهذه القوه السياسيه تقوم بثوره بيان سور سلميه بصح ممنهجه وذكيه ضد النظام هذا. غدوة كامل الدول في العالم بكل أولا تستقبل هاد الناس
اثنين تشوف مع التنظيم هذا لكان إلتيا لاروت والله لا لا والله قادر على شقه والله لا لا والله الشعب يتبعه والله لا لا. في الحالة هذه راح تخلى على البندية هذو اللي حاكمين الجزائر، لأنه المصالح نتاعها راح تتغير، ولما تتغير المصالح تتغير العقلية كيما في المجتمع بعد. السيستم كيما يقولوا عندنا في الشرق أخا بقرة ما فيك حليب، تتغير المصالح تتغير العلاقات، الدول بكل تمشي هك، الدول بكل تمشي هك، هكا العالم قاعد يمشي، حبيته ولا كرهته هكا العالم. العالم المتطور راهو في الفاكسان رقم قريب يلحق الفاكسان رقم 4، العالم المتخلف مازال ما لحقش للحقنة واحدة. ما على بالهمش بيكم تموتوا ولا تحيوا، وما فيها لا منظمة إنسان لا منظمة الفيران هنا. الأولوية للشعوب نتاع الدول المتقدمة في الفاكسان ولا في الدواء ولا في أي موضوع ولا حتى غدوة في الغذاء في حد ذاته. لا بروف الأزمة الاقتصادية العالمية كما راهم يقولوا هما والمشاكل اللي صارت خلات مثلا المواد الغذائية سمتها تتغير في العالم، تطلع يعني القمح والشعير وقاع لاليمون وقاع طلعوا. في الدول المتقدمة طلعت بسنتيمات، في الدول المتخلفة طلعت بالدوبل والتريبل. متخلفة كيما الجزائر كيما باكستان كيما عايشين نفس الوضعية تاع الأسواق سيفول. وش هي الفرق؟ باكستان دولة حرة تسافر مع المشاكل تاعها اللي خلفها على الاستعمار الإنجليزي بيان سور، مع الهند ومع الكشمير ومع جو سي با كوا. جو سوبريم بار كالك زامبيسيل كيما هذا قاسمي مسامير جماعة ما تجيوش هنا، روحوا اير والله العظيم روحوا اير باسكو سان سار ريان. دونك فوالا ما تحيروش دوك الوضعية. واش راهي الوضعية تاع المجتمع نتاعنا؟ رانا نتفرجوا فيها بكل، راكم تشوفوا في الوضعية اللي راهي عايشتها الجزائر حاليا. ما تفرح حتى واحد، برمجة ما كانش، حكومة ما كانش، وزارة ما كانش، يا براتيكمون ابسوليمون ريان. الشعب ضاغطين عليه، ولادكم يرهجوا فيهم بلا دروغ باسكو الكاشيات هادو مش جايين من نيكاراغوا. سناج سوبريم كالكان دوتر. حاجة اخرى تاني، كاين فاكتور واحد اخر غلط ناس بزاف. فاكتور هذا هما الناس اللي حطوا رواحهم في مرتبة السياسيين وهما مش سياسيين، وهما تو سامبلومون دو غروس غول سي با دي بوليتيك. اللي غلطوا تاني الناس، الناس اللي جاوا يسرفوا على لافاغ يعني يركبوا الموجة وهما في نيتهم لارناك لسكروكري اكسترا، لسكروكري بوليتيك سو متر كيما نقولوا حنايا اون لوميير اكسترا. اللي عنده يعني كل واحد يعني جاء على مصلحة خاصة.